النهارده مازه هتعمل لنا فسيخ وسردين مملح. ليه بقى جالك الفكره ان انت تعملي فسيخ في البيت؟ عشان انضف واضمن. انضف واضمن. طب وجبتي الوصفه ازاي يعني؟ انا بعملها من زمان وتعودت ماما وبتعملها من زمان وتعلمتها من ماما. ما اتعلمتيها من مامتك؟ طيب اوكي. طب قوليها. طبعا ما فيهاش مقادير كتيره. لا خالص ما فيهاش حاجه. ما فيهاش الا ملح والشطه. الكركم ده للون وممكن نستغنى عنه وممكن عادي. بتعملي ايه بالظبط؟ انا كميه الملح حسب برضو كميه السمك اللي عندي. ايوه بتعملي بقى بتحسبيها ازاي؟ بصي هي تقديريه صراحه. يعني بس يعني كميه الملح تبقى معقوله لان لو زودنا ملح كتير هتنشف. وده ملح طعام ولا بقى عندك ملح رشيدي ولا ملح بحر؟ لا ملح عادي والله. لا ملح عادي. عشان التاني اللي هو الخشن قوي بينشفه. اوكي. يعني لما يجي لي فسيخ ناشف يبقى حاطين له ملح خشن؟ ومكترينه قوي. مكترينه صح. فانا بصي اهي بقى هبدا كده. دي بقى اهم حاجه بقى اهي. بتحشي خياشيم. عشان لا قدر الله ما جرالوش حاجه وابقى ضامنه ان هو متفلح كويس. انت بتقفلي تماما على يعني على المسام على اي المداخل تدخل له هواء؟ هي بس ما بتفتحيش بطنه. لا خالص. لا اهي. ماشي. وهنبدا اهو الثانيه هنعملها. ولا ما تحطيش عليه ملح من بره؟ هنحط. هحطه بقى كده. وممكن واحده عكس واحده كمان عشان نديها البراح. وممكن كل كيس في واحده؟ واحده ممكن. وفي كياس اقوى من كده. يعني في حاجات اجمد من كده ممكن تتحمل. وهتحطي بقى كمية الملح كلها. وهحط كمية الملح بتاعتي. وفي بيحطوا الملح ويبتدوا يقلبوها زي ما يكون سمكية وفيها ردة كده. عشان تاخد كمية الملح بتاعتها. بس انا هحط اهو كده. هو اوريدي هيتقلب. هيتقلب. ودي كمية اهي الملح معقولة. بس هو المفروض بقى ان انا يطلع الهواء بتاعه كله منه كده. وهنبتدي هنا نربط ده كويس. يتربط كويس قوي بس هو المفروض اطول من كده. وبتخرمي الكيس عشان لا خالص لا 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 ولا اي حاجه. خلاص كده احنا طلعنا معايا كده قفلنا كويس. ندخله بقى في كيس واثنين وثلاثه. بس كده هبتدي بقى ادخل كده. تقريبا بتسيبيه وقت قد ايه؟ حوالي شهر. شهر اي شهر. مقاس سمكه؟ الحجم الكبير ده الحجم المتوسط. يعني شهر عشان كمان احنا في الشتاء. لو في الصيف والدنيا حر ممكن 3 أسابيع وممكن يتاكل على طول. اوكي. وتحت الطبق بتاعه مثلا نضيف عشان لو في ميه نزلت من الكياس. ولما تنزل الميه بتصفيها؟ لا خالص بس يبقى زي ما هي. بحاول الكيس كل فتره اقلبه يعني. بس ده بيتاكل على طول ده؟ دوت مفيش 4 أيام او اسبوع لو حجمها المفروض يكون اكبر كمان من كده اسبوع. منه شويه. بس مش كتير يعني يا دوب تغطي كتير ارضيه كده. بالظبط كده. بس انت طبعا ممكن تجيبي سمك اكبر من ده شويه. بس عشان هو مش موجود. مش الموسم بتاعه. هرش برضو رشات خفيفه. هحط اخر ملح. وزيت بقى يعني عكس زيت البور. لا زيت عادي. بس كده كمان هو هينزل ميه. وبرده يبقى يفضل ريحته حلوه ما تحسيش ان هو زي اللي بره. هو احسن. بس كده ممكن نجيب زيت ونحط الجاك بتاعه من فوق وخلاص. وهنبتدي نقفله بقى. بتملي بقى برطمان كله؟ لا مش شرط بس كفايه. يعني تقريبا نص البرطمان زيت بس كده. وهقفله كويس.